يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا. ما تبقى من فقرات من خلال برنامج يوم جديد أكيد، وآخر فقرة معنا اليوم نتحدث عن الديكورات وما هو جديد اليوم في عالم الديكورات للمنازل وأي مكان. اليوم مع المهندسة والمصممة سارة مجدوبة، نصر عليها سارة ويعطيك العافية. يعطيك ألف عافية رعد، صباح الورد. أهلا وسهلا فيك يا سارة، نورتينا. سارة، نحكي عن الديكورات بالمنازل، يعني الجدران ممكن تلعب دور كتير كبير بتغيير الديكورات، ممكن نضيف لمسات قليلة تغير من ديكور البيت. فتحكينا عن كيف لما بدنا إحنا نبلش ببيتنا، إيش نخلي ألوان الجدران حتى ما تأثر بشكل كتير كبير إذا بدنا نغير لقدام. شوفي كاثي، الجدران تعتبر يعني خلفية لأي ديكور رح أعمله. أوكي. فأنا دائما بهتم بديكور الجدران، مش بس من حيث الألوان، من حيث إيش ممكن أعمل أشياء جديدة فيها، أو أدخل مثلا ماتيريالز، أدخل أشياء مثلا تكون تقلب الثيم كامل بالغرفة أو المكان. يعني كثير مثلا كلاينتس أو هيك مثلا بيجوا بيقولوا لي سارة إنه مثلا جبنا أثاث جديد، حطينا، سوينا، بس لسه حاسين مثلا الغرفة ناقصها إشي، أو الغرفة زي كأنها فاضية مع إنه محطوط مثلا أثاث مرتب، محطوط سجاد، يعني كامل الأشياء. بيكون النقص دائما بالجدران، انه الجدار بتحسيه مثلا فاضي، ما فيه اي نوع ديكور، ما فيه مثلا الوان مميزه. يعني اوقات لون واحد جريء او حركه بسيطه ممكن تغير لي كل شكل الغرفه. صحيح. مثلا نحكي بالليفينج روم، غرفة الجلوس، واجهة التلفزيون، إذا كانت بديكور مميز ممكن تاخذ كل الاتنشن وتقلب لي منظر الغرفة كاملة. فأنا دائما بحب إنه نشكل ونغير بديكور الجدران. وهلا رح نشوف في كثير أفكار رح نحكي. سارة، قبل الهواء حكيتي لي عن خطة لكم، كيف كرة القدم هجوم 4-5-3، حكيتي لي عن خطة 30-60-10 صح؟ مضبوط، 30-60-10، هاي الخطة اليوم على أي أساس رسمتوها؟ وتحدثينا أكثر عن خطة 30-60-10 اللي بتشتغلوا فيها بالديكورات تحديدا الحديثة. 30-60-10 هاي قاعدة بنمشي عليها إحنا في توزيع الألوان بديكوراتنا، وأنا دائما بحكي عنها يعني بجميع اللقاءات وبرجع بعيد، لأنه هاي فعلا من أهم القواعد. بالضبط، يعني هي الأساس بتوزيعنا للألوان بكل الديكورات. 30-60-10 بتحكي إنه 60% من اللون المكان أو الفراغ بده يكون ألوان محايدة، أو ألوان اللي هي درجات الأبيض، درجات البيجيات، الرماديات، هاي بدها تكون خلفية لباقي الديكورات، يعني القطع الأثاث الكبيرة، القطع يعني أكثر مساحة من الجدران بدها تكون من هذا اللون. بيجي بعديها 30% لون ثانوي أو لون مساعد، إيش ممكن يكون؟ ممكن يكون أغمق من لون 60% بدرجة أو درجتين، على أساس نعمل تباين بالمكان بالألوان في المكان، أو ممكن يكون من الألوان الثانوية اللي مثلاً ضابطة. يعني لنفرض مثلاً عندنا البيجيات، البيجيات بيزبط معاها الألوان الأورانج، البنيات، الترابيات، هاي الألوان مثلاً ممكن ندخلها معاها، الأبيض والجراي مثلاً بيزبط معاهم، الأزرق، الأخضر الفاتح، هذا مثلاً ممكن يكون من الألوان الثانوية 30%. بضل عندي 10%، 10% هذا هو بنسميه لون التمييز والتغيير. يعني هذا اللي إحنا ممكن نتفنن فيه، ممكن نضيف فيه ألوان جريئة، منحب نغير فيه مثلاً كل سيزن، كل فترة، عشان إنه نحس بنوع من التغيير. تمام. خلينا نشوف من مجموعة الصور اللي حضرتينا إياهم عشان نشوف الأفكار المتنوعة الموجودة عندنا. أول صورة موجودة معنا نحكي عنها، هاي مثلا عندنا هون واجهة التلفزيون. أوكي. واجهة التلفزيون كيف مثلا ممكن نعملها بهذا الشكل؟ أوكي. أول إشي استخدمنا البانوهات، البانوهات اللي هم اللي عم نشوفهم، البراويز، الجبس اللي بالصورة، الخطوط هم الموجودين. مظبوط، هدول إحنا بنسميهم بالديكور بانوهات. مش كل الناس بيعرفوا الاسم. دخلنا مثلا لون مميز بالدهان عشان نحدد الشكل اللي بالوسط. دخلنا السلابات البورسلان، السلابات البورسلان هي البلاط البورسلان اللي قياسه 1.20 متر بمترين و70 او 3 متر، يعني بيكون قياس كبير.
بنفس الوقت دخلنا إضاءات مثل ما عم نشوف على الشمال. هلأ هاي الناس لما بيشوفوها بيفكروا إنه كتير شغلها مثلا صعب وبتطلب وقت وجهد. لا، هي هاي أشياء كلها. سارة بدي أسألك هون، كيف نظرية 60-30-10 بهاي الصورة تحديدا؟ يعني كيف أنت لو حكينا للمشاهدين عنها كيف تشرح لهم إياها بهاي الصورة؟ 30-60-10 بالغالب بتكون بكل الفراغ، مش بالجدران. يعني إذا إحنا بنلاحظ مثلاً إيش اللون اللي 60% بالفراغ بالصورة. كامل أبيض بالغرفة. والبيج. الأبيض والبيج البيجيات، تمام؟ اللي بده يكون عنا لون فيه تباين مثلاً اللي هو اللون الجراي، أو ممكن إنه في عنا اختلاف بدرجات البيجيات زي ما عم نشوف. الأسود الأسود واللي فيه هيك الباترن هاي البورسلان هو مثلاً ممكن يكون لون التباين 10%. أوكي. مزبوط. طب. أو كمان حتى عم نشوف كنا الأخضر كمان برضه موجود. نعم صحيح. موجود معنا هون. عم نشوف مثلا هاي الصورة هون، ممكن نحط بوستر بغرفة الجلوس، ممكن نحط بوستر ندمجه مع الخشب. الخشب بسبب مثلا تكلفته العالية مش ضروري أنا أسوي مثلا كل الواجهة، يعني جزء بسيط بس من الواجهة مع ورق جدران أو مع بوستر ممكن نطبعه، لأنه هلأ بنقدر إحنا نتحكم بالصور اللي بدنا إياها. بس الخشب مش بيصغر المساحات الصغيرة؟ لا 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 لا، حسب يعني حسب إيش يعني، هذا يعتبر خشب مش غامق كتير. أوكي. وإذا استخدم بنسبة يعني هيك قليلة هو بس ضاف لي يعني هيك لمسات بالضبط. نعم. فما حطنا على كامل الواجهة. هون عم نشوف إنه عم نستخدم البانوهات أو البراويز مع المرايا. حلو هاي. بالخلفية اللي وراء السرير. برضو الخلفية اللي وراء السرير دائما كتير مهم إنه إحنا نهتم بديكورها. دخلنا المرايا عشان تعطينا شوية مساحة كمان شعور بالمساحة، وعشان أنا أحصل على شكل متقطع ما يكون شكل ممل كمان بالبراويز الجبس. نعم. أو الفوم. يعني هاي البراويز طبعا لها ثلاث اشكال. أوكي. لها فوم، خشب، وممكن جبس تنعمل. نعم. يس، انا بعملها حسب حاله المكان، يعني حسب حاله الورشة. هون برضو عم نشوف انه كيف مثلا دخلنا هلا الرسم كمان. الرسم على الجدران كثير دارج، يعني ترند ل 2023. فممكن انه احنا ندخله باي مكان بالبيت، يعني نميز فيه الجدران زي ما احنا شايفين مثلا بهاي الطريقه. أوكي. يعني طيب، يعني صار في الالوان تحديدا. في الوان ممكن تكون زي ما حكيت ترند، الوان جديده ممكن احنا نستخدمها للديكورات الجديده. طبعا هلا اصلا كل سيزن بيطلعوا لنا الوان، هاي بتكون مثلا لون يعني مثلا عندنا هلا احنا لون السنه، وعندنا لون فصل الربيع، عندنا لون فصل الشتاء، يعني كل سيزن بيطلعوا لنا الوان. يعني مثلا من الالوان اللي كانت هاي السنه اللون اللي هو بين اللون الفوشي واللون الاحمر. هذا كان مثلا كثير دارج. الاصفر برضه دارج معنا. بس ممكن ندخلهم يعني بالعفش اكثر من الجدران، بحس يعني شغله الدهان وبدك ترجع تعملي فبتاخذ وقت. فانت حكيتي بالبدايه ممكن تكلفه كمان. وهي حكت ساره بالبدايه انه لما نضلنا على الالوان الحياديه بتريحنا اكثر. مزبوط. انا دائما بحكي ايش انه احنا الاثاث والقطع الكبيره او القطع اللي بتحتاج مثلا تكلفه بالتغيير او هيك، هاي خليها الوان محايدة وألوان أساسية. أوكي. على أساس إحنا نقدر نتحكم بالألوان ندخلها من خلال مثلاً إيش الزراعة مثلاً بالبيت. نوزع مثلاً زريعة بطريقة معينة من خلال لوحات. أوكي، مثلاً نقدر نغيرها بسهولة. السجاد، قطع السجاد الصغيرة مثلاً. الكوشنز، الاكسسوارات، الشموع، هاي الاشياء احنا بنقدر ندخل فيها الالوان. أوكي. اوكي، من غير تكلفه كثير كبيره. حلو. طيب ساره، لما نحكي عن 2023 والموضه والديكورات تحديدا، اليوم احنا بننصح انه انت اول ما بتبني بيتك مثلا تبلش بهاي الديكورات وتشتغل فيها وتاسسها او تستشير فيها مهندسين مختصين، ولا ممكن اكون عندي بيت بدي اغير فيه كل فتره وفتره، كيف ممكن اقدر اعالج كل فتره وفتره بهذا الديكور؟ شوف، يعني انا دائما بحكي لو عن جد انه الديكور بيصير وقت التشطيب كثير بيوفر على الناس. صح. تمام، لانه لما يجوا يعملوا ديكورات بعد ما يكونوا خلصوا تشطيب الشقق
كثير اوقات مثلا بنرجع نعيد التقسيم، نرجع نهد جدران، بنرجع مثلا بنحفر بالجدران. يعني ابسط مثال، بدي اسوي اضاءات جانبيه بالجدران، هاي بتحتاج تاسيس كهرباء، اوكي؟ فلازم من البدايه لما اجي بدي اعمل هلا انا مثلا بعد ما تشطب برجع كمان مره بدي احفر بالجدران وادمر الدنيا عشان اسوي بس الاضاءات الجانبيه. صحيح. فانا دائما بنصح انه يكون الديكور مع مرحله التشطيب، خصوصا الاشياء الاساسيه، يعني ناسس كهرباء بالجدران بالاماكن اللي احنا رح نحتاج مثلا بالمستقبل انه نضيف فيها او نغير فيها. في معنا كمان مجموعه من الصور كثير حلوين، هي مدخلين الرخام مع اللون الابيض، والموجود كمان ايش حكيتي عنهم بسموهم البانوهات الجداريه او البرق. قديش كثير حلو الدمج بين البانوهات والرخام والهذا، تحكي لنا؟ مزبوط. هون يعني شوفي كيف الوان، في فاير بليس كمان، في فاير بليس. اوكي، ممكن هلا الفاير بليس هاي ممكن نستغني عنها، يعني أوكي. حسب احنا اذا بدنا مسبوج التلفزيون بس. شوفي مثلا هاي السلابه البورسلان، تمام، حطيناها بالعرض صارت زي كأنها قاعدة للتلفزيون. صح. طبعا بتكون مثبتة أصلا كمان على قاعدة. أوكي. وراها ممكن يكون إضاءة مخفية. البانوهات هاي ممكن تكون من جبس، ممكن تكون من فوم معمولة. أوكي. ما بتاخد كتير، يعني إذا كانت من فوم أو من ما بتوسخ ولا بتحتاج إنه مثلا، يعني الناس بفكروا إنها غلبة تركيبها. يعني أنا ليش بحكي إنه مثلا بتختلف خاماتهم؟ هلأ الجبس أنا إمتى بستخدمه؟ هاي الفريمات لما لسه الورشة ما تكون مدهونة، أوكي، لأنه بيحتاج إنه نحفر وبيحتاج شغل وبيحتاج بعدين دهان. لما أفوت أنا على ورشة بتكون مشطبة دهان وهيك، بروح للفوم، وموجودين بأشكال مختلفة، وموجودين بيزبطوا مع ستايل المودرن، بيزبطوا مع الكلاسيك، يعني في زوايا ممكن نضيفها. بنفس الوقت انه هلا احنا ممكن نعملهم زي مثلا ما عم نشوف بهاي الصوره على الجنب، جنب الخلفيه، اوكي، ممكن نعملهم شوي كيرفي، ممكن نعملهم زي الاقواس. هاي الواجهه اللي عم نشوفها ورا السرير، يعني تخيلوا انتم لو الغرفه هاي بدون الواجهه او بدون، حتكون كثير بسيطه. صح. ما حيكون فيها ديكور. هاي الواجهه بنعملها بالجبسن بورد كمان، يعني كثير سهل انها تنعمل، مش صعبه وما بتاخذ كثير وقت، وهي عبارة عن جبسن بورد معمولة على شكل قوس، وجواته ممكن يكون مثلا أي مادة إحنا بدنا إياها، ممكن يكون تنجيد. صح. زي ما عم نشوف بالصورة، ممكن يكون خشب، ممكن يكون رسمة. طيب إيش أفضل أنواع سارة؟ أنت حكيت عن الفوم والجبس وكمان في طريقة خشب. الخشب إيش أفضل طريقة ممكن أستخدمها أنا اليوم عشان أعمل هاي الديكورات؟ أنا حكيت هدول للبراويز اللي هم البانوهات. هلأ كلهم كويسين، بس حسب قلت أنا كيف بستخدمهم، إنه حسب حالة الورشة، يعني إذا بيت مدهون وجاهز وفيه أثاث وهيك عشان ما أوسخ كتير وما أخرب الدنيا، بستخدم مثلا الفوم أو الخشب. طبعا أنا بستخدم الفوم المدعم بالفايبر كلاس، هو أفضل عشان كمان ما يتكسر. صح. بسهولة وهيك. الجبس بحبه لأنه بقدر أعمله كتير كلاسيك، يعني بقدر أصب قوالب بالأشكال اللي أنا بدي إياها، فبيعطيني مجال إنه أنا يعني أوسع، إنه أنا أسرح بخيالي، وأي أي يعني أي ديكور بدي إياه أو شكل أقدر أعمله، لأنه الجبس بينعمل على شكل قوالب. نعم. تتفصل. أوكي. حسب أي رسمة أنا بدي إياها. نعم. أوكي، بعد نشوف الرخام كمان هون. مزبوط. لحاله على جنب، وفي الفاير بليس مش كامل الجدار، يعني بس هون مثلا انه بس حبينا نميز جزء من الواجهه. أوكي. تمام، انه بس تكون هلا ممكن هو الرخام ممكن يكون زي ما حكينا سلابات بورسلان. سلابات بورسلان لانها عمليه اكثر، خلص بتيجي جاهزه وبنقصها احنا على جهاز اسمه ووتر جيت. نعم. بنقصها حسب اللي احنا الشكل اللي بدنا اياه. اوكي، عم نشوف برضه بهاي الصوره الجدار كيف معمول، هذا برضه جبس بينعمل على شكل اقواس وسهل تكوينه، وعم نشوف كيف حتى انه صرنا نحط المرايا الغريبه، يعني بطل الشيء، يعني انا لو بدي تحكي انه مستحيل يزبط، بس لا ظابط وحلو ومعطي. يعني لما تطلع بطل نحط، حتى اذا بتشوفوا الكنب لسه بدي احكي مش كثير ضخم، يعني مش كثير بالضبط. وشوفي مثلا كيف الكرسي هلا برضو عم ندخل كثير البامبو والخيزران، برضو كثير هلا ترند ب 2023
بغرف الجلوس، يعني عم نضيف مثلا كرسيين مع الكنب، حلو بطلع خيزران او بامبو او هيك. يعني الاثاث اليوم هو جزء مهم، انه انا كيف اتحكم بشكل الاثاث وايضا الالوان الموجوده اللي بتساعدني ايضا على الجدران. صح مزبوط مزبوط. طيب هلا احنا لما نعمل اي جدار باي بيت او اي شقه او اي فيلا، زي ما بنشوف احنا استخدمنا هون سارة عن بعض الالوان اللي شفت، الاخضر، الاخضر كثير دارج. صح ليش؟ شو السبب؟ هلا شوف، بكل يعني بكل فراغ لازم الاخضر يكون، من خلال مثلا الزرع، من خلال النباتات، من خلال ليه؟ لانه الاخضر لون بيريح، يعني بيريح النفسية، بحسن النفسية. فيعني هلا هو لون الطبيعة. حتى بالمستشفيات بتلاقي بالعيادات بتكون طبعا أخضر. أصلا ايش المستشفيات طبعا. العيادات هالأشياء الألوان بتنحط فيها بتكون حسب وظيفة اللون، لأنه صح. كل لون له دلالة، فمثلا بيستخدموا ألوان مريحة بتريح الأعصاب، بتعمل نوع من الريلاكسيشن. مهم انه مثلا لون الالوان الطبيعه، الازرق، لون المي، الاخضر، مهم هدول انهم يتواجدوا. نعم. ولو باشياء بسيطه بالمكان. نعم. يعني بدنا نشكرك ساره على تواجدك معنا، ودائما هيك بتكوني معنا وبتعطينا افكار جميله ولطيفه. شكرا على تواجدك معنا. شكرا ساره، يعطيك العافيه. شكرا.